نهاية الأسبوع الماضي المجلس الأعلى للاستثمار أصدر 22 قرار لدعم الاستثمار وتشجيع الصناعة. الحقيقة أن القرارات دي في بعضها طبعا مهم جدا، ودايما أقول العبرة بالتطبيق. يعني إحنا سمعنا كتير عن الشباك الواحد، سمعنا كتير عن طبعا الرخصة الذهبية شغالة كويس، لكن مرة أخرى نريد مصر كلها رخصة ذهبية، نريد مصر كلها شباك واحد. العبرة بالتطبيق. موضوع ان في قرارات كتيره وكل مره هناخد قرار واعفاءات وحوافز وغيره، كل ده العبره بالتطبيق. خلينا نتعرف على هذه القرارات سريعا ونرجع نقف امام قرار منهم اظن انه هيكون له تاثير او اتمنى ان يكون له تاثير، وهو فتح باب التملك للعقارات للاجانب دون تقييد. يعني كان القيد انه اعتقد عقارين في مدينتين مختلفتين، دلوقتي تم فتح الباب بشكل بدون قيد او شرط. نشوف هذه القرارات ونرجع تاني.